الحمد لله، احنا كان الهدف تاعنا انه نوصلوا للنهائي في هذا الاخر، فالحمد لله فزنا بالمباراة ومشكورين نادي فريقنا الصورة. يعني بحكم ظروفنا كما شفتوها كانت صعبة جدا، يعني كان لازم نتحلوا بكثير من الصبر والتطبيق يعني التعليمات، ومشكورين يعطيهم الصحة بارك الله فيهم. كانوا قدها كما قلت، هي كأس الجزائر فتبدأ المباراة مناصفة بين الفريقين اللي يكونوا في الملعب، ومن بعد التوفيق إن شاء الله من عند الله وتطبيق اللاعبين. كان ماتش هو صعيب، دومي فينال تاع كوب الجزائري، كنا حابسين ديجا عامين ولا ما نعرفش شحال. الجمعة الأول جانا ماتش صعيب، ميرسي، الجمعة الأول جانا ماتش صعيب ومن بعد عرفنا نجيريو، لعبنا ليكيب كاملة اللي جا ندخلوا، حتى ماتش كيما حبينا تأهلنا للفينال. بينا طموحة كبيرة خاطر فرصة جديدة تدي كوب الجزائري في أنس أمان. درنا كوب الجزائري في أنس أمان، وخلال سما اللي لعبوا كوب الجزائري ويديوها شرف كبير تدي كوب الجزائري في الهوند. ندو شامبيون عندنا ولا لا كوب باذن الله. لعبتوا مباراة كبيرة اليوم، كنتوا متمنين تروحوا للنهائي. كان الأمل تاعنا كبير في النهائي على كل حال، وما كتبش ربي وخيبنا الظن، هذه هي وفق مولودية الجزائر بصحتهم على كل حال، ومازال الخير القدام إن شاء الله. مبروك المولودية لا كاليفيكاسيون لا فينال. احنا بدينا الحمد لله ند هكذايا. من بعد انا كما نقولوا لي جوار سون فليشي شويه، مي اوني ريمي لو كان كملنا الماتش بالريتم تاعنا هكذاك. اللي قال الغارديان تاعهم على الاخر عادل بوسمال دار لا ديفيرونس، مي واش نقولوا مازال العام طويل، سي كول ديبي دو لاني تاع الهاندبال، هذا ما كان وان شاء الله يكون الخير بور لا سويت. لا لا كما نقولوا احنا لو نيفو ايكيليبري، هذا نيفو ايكيليبري، باش نقول لك شكون اللي يفوز ما نجيبش نقول لك، مي نقول لك سان نيفو ايكيليبري يكون ان بون ماتش بور لي دو فيناليست، نقولوا لهم حظ موفق للجميع ان شاء الله. رانا بدايه الموسم مازال العام طويل ان شاء الله، نزيدوا نخدموا على حساب النقائص تاعنا ونسيو كما نقولوا نبروغريسو من الاخطاء تاعنا هذا.